انا بقول لك كنت فين؟ كنت بتخوني مع مين؟ كنت فين؟ كنت مع اصحابي. لا انت كذاب. هو كل يوم كنت فين وكل يوم انت كذاب. بطل الافكار الوحشه اللي في دماغك. انت كذاب وكنت بتخوني مع مين النهارده؟ بقول لك انا راجل مش خاين، انا كنت مع اصحابي. انت كذاب واصحابك كذابين برضه. مصممه؟ مصممه. هو كل يوم القصه دي؟ كل يوم. السلام عليكم. النهارده اول حلقه من برنامج يانا يانتي مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. خلوا بالكم احنا تيم احمد الدسوقي وتيم نانسي المغربي، وفي كل حلقه انا مستنيه رايكم في الكومنت، مين اللي كسب، تيم احمد الدسوقي ولا نانسي المغربي؟ النهارده ان احنا اخترنا انها تكون مشكله من واقع بتحصل لما الزوجه بتقول لجوزها انت فين، يقولها مع اخويا، مع ابن خالي، مع واحد صاحبي، ايا كان. ولما يكلم فعلا الشخص بيقول انا كنت معاه مع ان هو قاعد قدامي. انت فين يا احمد؟ انا هتلاقيني في كل حته وفي كل مكان، ومهما كلمتي هتلاقيني، لو في اسكندريه هتلاقيني، ولو في السلوم هتلاقيني. هنثق فيكوا ازاي بعد كده؟ خلينا ناخد مكالمات دلوقتي على الهوا نشوف احمد فين. يلا، تحب نبدا بمين؟ اخوك ولا ابن خالك ولا صاحبك؟ لا سيب يا اخويا الحل بيفرق. لسه ما بيردش، هنشوف. ازيك يا مجدي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. انا نانسي مرات احمد. ازيك يا نانسي؟ الاخبار؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، معلش انا عماله اكلم احمد بقالي ساعتين، هو نزل من 3 ساعات، وبعدين عمال يقول لي ان هو كان معاك وموبايله مقفول، وانا هتجنن. ممكن تديهولي؟ معلش. لا مش معايا. مش معاك؟ امال ازاي هو بيقول لي ان هو معاك؟ لا انا ماشي، لسه مشيت من حبه. مشيت من حبه؟ انتوا كنتوا فين؟ في المكتب. في المكتب؟ انت متاكد يا مجدي؟ يا نانسي انا هبقى مش عارف قاعد فين. طيب يعني؟ طب هو مع مين؟ اكلم مين؟ مش كلمت كريم؟ لا لسه ما كلمتش كريم. طب اقفل كده، هكلمه. طب اقفل. مش شكرا يا مجدي، شكرا. كده 1-0 ليا. اوكي 1-0 ليه؟ طبعا. بجد؟ طبعا. طيب خلينا نشوف التاني. وبعدين قال في الاول ايه؟ مش معايا، وخاف رجع في كلامه. خلينا نكلم شاذلي نشوف انت فين. نكلمه. اعمل ميوت بس لا يسمع صوتك. رد يا شاذلي، يمكن انت ليك كذا روح ولا حاجه، قاعد معايا ومع مجدي في المكتب وفي كذا حته. انا قلت لك هتلاقيني في كل حته وفي اي مكان. ازيك يا شاذلي؟ الو؟ ايوه. ازيك يا شاذلي؟ انا نانسي مرات احمد. انا نانسي، ازيك واخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. انت عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. يا رب دايما. معلش يا شاذلي والنبي، اصل احمد قال لي ان هو معاك ونزل بقاله 3 ساعات وموبايله مقفول، فممكن تديهولي؟ اديلك احمد؟ احمد مين؟ زوجي ولا احمد؟ لا اكيد احمد جوزي، احمد دسوقي. انا مش هو قال لي ان هو مش معاك ولا ايه؟ احمد دسوقي؟ لا مش معايا بصراحه. هو بيضحك عليك اكيد. بيضحك عليا اكيد يا شاذلي. مش عارفه اقول لك ايه والله. طيب ماشي خلاص. طب ميرسي يا شاذلي. بيضحك عليك. لا لا استني كده، ممكن ادخله كونفرنس معانا. لا ده دخله كونفرنس، ده كان تليفونه مقفول اساسا. هتجيبه لي منين بقى؟ هو قال لي ان هو معاك من الصبح، يعني هو بيضحك عليا. طيب خلاص. ماشي يا شاذلي خلاص. طيب خليني هكلمك تاني. معلش هكلمك تاني. خلاص ماشي، باي باي. صديق محترم ويؤتمن وانا مبسوطه والله. ثواني بس عشان انا شكلي انا اللي هكسب، ده انا اصحابك عشان تعرف بس، مش اي حد. احنا استنى يا شاذلي اخلص بس واجي لك. خلي بالك مجدي كمان قال في الاول انك مش معاه.
وبعدين خاف منك ممكن ولا حاجه. نشوف اخوه. اخويا بقى ما بقاش فاضل غير اخوك، واضح ان كله باعك. اخويا اللي من دمي لما نشوف. وبعدين استنى بس نعمل ميوت. شاذي قال انا ما ارضلكيش الاذيه عشان هو محترم. هو محترم. مش معنى كده ان اي حد مش محترم بس يعني. كريم. الو. ازيك يا كريم؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام يا رب. يا رب دايما الحمد لله. بقول لك ايه، معلش ان احمد بقاله شويه عمال اكلمه، قال لي انا مع كريم وبعدين تليفونه اتقفل. انا عايزاه، هو اديهوني معلش. هقول لك على حاجه يا نانسي. اه الحوارات دي تكسانة ومعروفه. اوكي بس كده، احمد جنبك عادي ومفيش اي حاجه وكل اللي ده اي كلام. طب ينفع كده؟ ينفع يا هنسى اوفر ده؟ هينفع كده؟ ينفع كده؟ الحوار ده يتعمل مع شخصيه زيي. انا كنا لازم نتوقع دماغك يا كريم ان هي اكبر من كده بكتير. هو كريم مباحث شويه. يا كريم بوظت لنا الحلقه يا كريم، احنا بنتكلم دلوقتي على الزوج اللي بيحاور على مراته وانت بوظت لنا الحلقه، ينفع كده؟ انا على الهوا دلوقتي؟ على الهوا يا فندم. انا عايزه اقول لك ان شاذلي قال لي انا اسف جدا احمد مش معايا، وان مجدي قال لي في الاول ان هو مش معايا وبعد كده رجع قال لي ان هو معاه في المكتب. ماشي يا كريم، باي باي، هكلمك تاني. باي باي. باي. ينفع؟ عكس توقعاتي طبعا، يعني كله قال ان انت مش معانا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان تتاكدي 100% ان كل الرجاله صادقين ومحترمين، مفيش حد بيكذب. انتوا يا عيني اللي عندكم دايما هاجس جواكوا ان الرجاله بيكذبوا، ان الرجاله بيحوروا. بالعكس، الرجاله كلهم محترمين. لا، في رجاله كتير بتخون على فكره، وفي رجاله كتير بتعمل حاجات غلط. انت اصلا اكسبشن لوحدك في اللي حصل ده. لا، ما انا مش انا لوحدي، انا وكل اصحابي زي ما انت شفتي كلهم محترمين. عموما خساتي النهارده ما تزعلنيش، دي مكسب ليا. لا، انت هتخسري كل مره. هنشوف. انا هثبت للناس كلها ان الرجاله كلهم ايد واحده، الرجاله ما بيكدبوش، وللاسف الستات هي اللي عندها حاجات جوه دماغها دايما بيقولوا الرجاله بيكدبوا، الرجاله بيحوروا، الرجاله كذابين، الرجاله صادقين 100%. بصراحه مش عارفه ارد عليك. انا عايزه اقول لتيم نانسي المغربي حاجه، مش معنى ان احنا ممكن نكون خسرنا النهارده فاحنا ممكن نخسر في كل الحلقات. ان شاء الله هنكسب حلقات تانية. لو جوزك بقى مشترك في نادي الرجال السري وليه صحاب كتير بيقول في ناس كتير في ظهره، مش كل الناس بتبقى في ظهر بعض، فاستنوني في الحلقه الجايه. وانا احب اقول لكل الرجاله انا سعيد جدا ان احنا صورتنا طلعت كويسة، ان احنا كلنا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة، ان احنا كلنا ايد واحدة. انا عايزكم كلكم تقفوا جنبي وورايا عشان نكسب التيم بتاع نانسي، ويبقى التيم احمد الدسوقي هو نمبر 1. لا 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 لا، تيم نانسي المغربي هيبقى نمبر 1، وبكرة تشوف. يلا اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج يا نانسي مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. استنونا. سلام عليكم.